تحتفل بالذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وكان صغير ماهوش يعني كان سيتان جون يعني. قالها يا يبا احنا مزوجين مع فرنسا، كي تخرج فرنسا من بلادنا ومن بعد نتزوج نشوفوا في الاحتلال وشوفوا النصارى كيفاش يعيشوا وكيفاش احنا فقراء. كانت تدي السلاح للفدائيين، كيفاش كنتي تقدري ولا شنو هي الوسيله اللي كنتوا تدوا فيها الاسلحه؟ في القبه كي تقول حنقضي ولا كاش حاجه هكذايا. ما كنتوش تخافوا؟ ما عندناش الخوف. عايشين مع الاحتلال، حنا نشوفوا واش كاين في الشارع. الراجل كيجوز العسكري يعطيه بكف، كاين بعض الشباب يقول الله يغفر لهم، شكون قال لكم خرجوا فرنسا؟ انا تربيت مع لي ميليطون، فوسط لي ميليطون، بالله ما قعدش معنا بزاف. صوره مع جمال عبد الناصر والشيخ البراهيمي، وحنا بديناها بالله اكبر. الله اكبر. ونجحنا. 132 سنه. فرنسا حكمت فينا ما كفرتنا. العمل اللي كنت مكلف به واش كنت دير؟ انا كنت في السريه. منظمه سريه. الله يبارك انت. هذا انا. الله يبارك. يوميات فتى مجاهد. تاريخنا كبير وعظيم وراه مثال يقتدى به ثورتنا التحريريه طبعا. اذا تكلمنا على المحن والفتن والاحن والرجفات اللي كان يعيشها الشعب الجزائري اثناء الاحتلال وذقنا المراره هذيك، ما يلزمناش ننساو إخواننا الفلسطينيين.